اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد على كل حال. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، نرجو رحمتك نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأخواتنا من النار. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل بر والغنيمة والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وما يقربني إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقربني إليها من قول وعمل. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات الخلود. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم لا تجعل عبادي رياء ولا سمعة، اللهم لا تجعل عبادي رياء ولا سمعة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.